ما بين الجفاف والتلوث تواجه الثروه المائيه في العراق خطرا حقيقيا يدفع ثمنه المواطنون امراضا ومعاناه مستمره دون ان تلتفت الجهات الحكوميه لتجد حلا لهذه المشاكل التي باتت تهدد العديد من القرى والمدن أهالي ناحية القاسم بمحافظة بابل أكدوا أن نهر مدينتهم تحول إلى مكب للنفايات وعلى الرغم من الشكاوى العديدة التي قدمت إلى البلدية والسلطات المختصة إلا أن الوضع تفاقم نحو الأسوأ وين المسؤول؟ أشوفوا نشارة الوضعية أنا عوائل، أدنى أطفال، وضع تعبان، أمراض هاي تحجج كورونا بجهة، الوباء بجهة، يعني تشوف بعينك هسه شوف عينك هاي وضعية هاي زين، إما كدولة ما حرك الساكن. ما شالت هذا كله يعني كله مرض وكله مشاكل مشاكل مو ما كان. تروح لابو البلدية يقول ابو البلدية على ابو الري. تجي على ابو يعني حتى احنا هسه ابسط الامور هذا الشارع هسه اللي انا يعني واقف يمه ما بلطوه ليش يا ما بلطوا قال هذا تابع للري. لا ابو الري بلط ولا ابو البلدية بلط. لا تبليط، لا مي، لا كهرباء، لا خدمات، حكومة ماكو ماكو هسه هذا نهر مال مي. يعني هاي العالم تشرب منه، تغسل منه، يعني على الله وعلى هذا النهر، شعده الوادي مي السالم مو نظيف أبد، العالم تشرب ميار ما ماكو مي نظيف. تراكم الأوساخ والنفايات حول النهر إلى مستنقع، وبينما يتهم أهالي ناحية القاسم السلطات الحكومية بالتقصير والإهمال، يقول مدير بيئه جنوب بابل احمد عبد زيد ان النهر بات يمثل كارثه بيئيه عازيا ذلك الى تجاوزات بعض الاهالي وعدد من الدوائر الحكوميه فضلا عن بطء الاجراءات التي تتخذها الجهات المعنيه. وقع هذا النظر هو كارثه بيئيه. الاحياء الموجوده حوالي ست احياء على جانبي النهر. عندنا قله ثقافه وقله وعي للساكنين على هذا النهر يقول مياههم مياه المجاري المخلفات الصلبة المخلفات الطافية الملوثات اللي, اللي،, اللي المحلات المنتشرة فبدورنا إحنا بدورنا إحنا سعينا إلى أن نشكل لجنة برأس القائم مقام عضوية الزراعة والموارد المائية وليسة الطاقة لإزالة التجاوزات من قبل دائرة كهرباء القاسي من قبل المولدات من قبل البلدية لغرض إزالة هذه التجاوزات من نهر يتدفق بالحياه ليروي سكان العديد من المناطق المنتشره على ضفتيه الى مكان تتراكم فيه الاوساخ والقاذورات ليشكل بيئه خطيره تهدد حياه السكان الذين لا تعوزهم الازمات ولا تنقصهم الامراض والمشاكل